الله عنك يا شيخ، إنسان إذا أتى المسجد وجد الإمام مثلا قد شرع فيه تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو أنهى ركعة، هل الأفضل له أن يدخل في هذا المسجد، أو إذا رغب أن يحصل الفضيلة من إدراك الصلاة من تكبيرة الإحرام أن يذهب مسجد مجاور أو كذا؟ ولا ذهب المجاور وإن كان فاتحة تكبيرة يضمن، يعني بعض المساجد معروفة يعني أنها تتأخر، إذا كان يضمن إذا أتى يدرك تكبيرة الإحرام. الحمد لله، أنا أرى أنه يبقى مسجد، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حتى ولو كان يريد الفضيلة. أبد ولا يكلف نفسه، الحمد لله. إذا كان ما فيها تكليف ما أراها، أرى أن يدخل المسجد الذي هو داخل فيه ومع إمام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم لو كان بالأول قبل يدخل لا بأس، أما بعد أن دخل خلاص. يعني يصلون في مكبرات الصوت بعض المساجد تعلم أنه في. المهم هل أنت عدلت المسجد هذا قبل تدخل المسجد ولا بعد؟ قبل ما أدخل المسجد لا بأس، قبل لا بأس، أما بعد ما يمكن. إذا كان الإنسان ما يجوز يطلع من المسجد إلى أذن كيف أدئ ونصلي؟ إذا دخلت خلاص لا تطلع لم صلي.